اوه حبيبنا فخري، وينك مختفي يا زلمه ظاهر؟ وين حكون قاعد؟ كنت في الكورنيش. خير ان شاء الله، مشيت الكورنيش مالك؟ متضايق والله. حاكو والله انا ما قادر اتخيل، البلد مدوره حريب وناس ماتوا يتهجروا، والبرهان قاعد يمشي الكورنيش وبيتفسح ساكت. يكون دي قفله البيدروم جابت له نفسيات ولا شنو يا ربي؟ لا ما تضايق، خلي زولكم برضو يظهر ويمشي اي كورنيش، ان شاء الله كورنيش لا ما بحر ابيض. لكن البرهان ده يا عيب الشوم عليه. دي انت جبتها من وين؟ من اللهجة الشامية؟ داير كده؟ طيب ورينا عرض كتافك، بدنا نبلش تصوير. ناس الكورنيش بيسلموا عليكم.